ورجعنا لحضراتكم مرة تانية مكملين معاكم باقي فقرات نهارك سعيد. وزي ما قلنا في البداية احنا فقراتنا متنوعة بس كلها طبعا متصلة وليها دعوة باللي بيحصل في مصر عامة وعن الأزمات اللي موجودة في مصر. هي أزمة رغيف العيش وأزمة المخابز وبالذات بعد ما تفاقمت بعد زيادة أسعار القمح عالميا وعدم تخفيض الغرامات المالية اللي تم فرضها على أصحاب المخابز. هنعرف طبعا أكتر عن المشاكل دي وكيفية التغلب على المشاكل دي وايه الامور اللي بتواجه الامور والصعاب اللي بتواجه نقدر نقول مشاكل القمح عامه. فمعانا في الاستوديو الاستاذ عبد الله غراب عضو الاتحاد العام ورئيس الشعبه العامه للمطاحن والمخابز على مستوى الجمهوريه. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. يمكن في البدايه خالص اسمح لي نقرا حاجه بسيطه كده عن اعتصام كان يوم موجود يوم الاحد اللي فات في حوالي 400 فرد من اصحاب المخابز واعضاء مجلس اداره شعبة المخابز ودي باسكندرية، ايوه وكان ليهم مطالب معينة، فياريت أعرف من حضرتك المطالب، مطالب المعتصمين. هو طبعا يعني شعبة اسكندرية شأنها شأن 26 او 27 شعبة على مستوى الجمهورية. يعني كل مطالب واحدة محافظة طبعا طبعا. كل محافظة من المحافظات فيها شعبة من خلال الغرف التجارية. يعني الوعاء الكامل بقى واللي بيضم كل هذه هؤلاء الشعب هو الشعبة العامة للمطاحن والمخابز على مستوى الجمهورية ومقرها الاتحاد العام للغرف التجارية. طبعا يعني المحافظات اول على اعتبار يعني احنا كلتنا مشاكلنا واحدة، على اعتبار ان احنا بنشتغل في سلعة محددة القيمة يعني سعرها معروف 5 ساعات، ومحددة الوزن والمواصفات يعني برضو وصفتها القرارات الوزارية والقوانين اللي من خلالها بنقول النهاردة سعر رغيف العيش كام والآخر. وأي مخالفة لهذه القرارات تعتبر مخالفة وبتعمل محاضر في هذا الوضع. احنا مشكلة الاعتصام او الاخره هو مردوده اساسا بيبدأ من عام 2006. 2006 2006 في فترة اللي كان تولى فيها الدكتور علي مصلحي وزير التضامن السابق عملنا دراسة لرغيف العيش، وتم تعاقد ما بيننا كأصحاب مخابز ومسلل للشعب العامة المخابز اللي هو أنا اللي بمثلها وما بين وزير التضامن. هذه العلاقة التعاقدية التي تمت ما بيننا وما بينه ان احنا بنعيد النظر في تكلفة رغيف العيش مرة كل سنة. مفروض يعني احنا عملنا هذه الدراسة في عام في يناير 2006، مفروض يعاد النظر فيها 2007. الحقيقة يمكن سنة 2007 كانت حصل زي النهاردة واحنا بنتكلم سعادتك عن موضوع القمح، كان وصلنا للأسعار العملية الأسعار العالمية للقمح حصل فيها ارتفاع وارتفاع جامد، فرفع مثلا الدعم من 8 مليار ل 10 مليار ل 11 مليار، وصلنا النهارده ل 12 او حسب اكثر الاسعار العالميه. على حسب فاكيد الاسعار طبعا العالميه، ودي مشكله طبعا يعني مش مشكلتي انا. يعني النهارده انت كدوله بتحافظي، يا دوله انت بتحافظي على سعر رغيف العيش. سعر رغيف العيش ثابت من سنه 87 واحنا النهارده على مشارف يناير 2012. من 2012 سعادتك النهارده عشان نقول ان سعر رغيف العيش سلعه ثابته بسعرها وبقيمتها وبمواصفاتها وباوزانها من سنه 87 وانا النهارده داخل على 2012، يعني انا داخل النهارده على 25 سنه. انا نفسي حد من على مستوى العالم كله يقول لي ان في سلعه ثابته على مستوى العالم بسعر خمس يعني ثابته بسعر ثابته وفي نفس ولكن الوقت تفضل محافظه على الجوده بالظبط كمان يعني. يعني ولكن طبعا يعني هي الدوله بتثبت السلعه وبتدعم تدفع المليارات من الناحيه الثانيه كل سنه. يعني انا النهارده لو خدت وحده القياس ايام ما رغيف العيش كان بخمسه ساعه هنشوف النهارده السكر كان سعره كام والقدرات طبعاً كان سعرها كام والجبن كان سعرها كام واللحوم كان سعرها كام، يعني الدنيا كلها اختلفت ولم يبقى الا رغيف العيش بخمسه ساعه. طب عايز اغمس رغيف العيش ابو خمس ساعة ده اغمزه بكام؟ يعني ده كلام يعني عشان الامر الثاني طبعا سعادتك في جينا لحد النهارده من 2006 ل 2012 لم يعاد النظر في تكلفه رغيف العيش الا الله اعلم في مارس او في يناير برضه في 2011 كان في لقاء مع الدكتور علي مصلحي وتم الاتفاق على اعاده النظر وبدانا خطوات عمليه. عملنا دراسة لرغيف العيش وعملنا تعديل في بعض بنود العقد
وعملنا كان في حالينا حوالي سنتين حافز الجودة، أو يعني تكملة للحافز دول حوالي ما يقرب من 250 مليون جنيه في وزارة المالية المفروض تدفعهم لأصحاب المخابز، لم يتم صرفهم حتى الآن. بالظبط، عايزة بس أأكد على كلام حضرتك إن فعلا على رأس مطالب المعتصمين هو رفع دفع سوري إن دفع الحوافز المجمدة من اللي بقى لها 24 شهر. 2008 ل 2010 تمام، دول قيمتهم حوالي 250 مليون جنيه على مستوى الجمهورية. بقى لنا النهارده بعد ما السيد الدكتور علي مصلح بعت للسيد وزير المالية خطاب بيقول له اني ارجو سرعه صرف هذا او تدبير هذا المبلغ لصرفه لاصحاب المخابز عشان خاطر ده حقهم. طبعا انا النهارده بتواجهني مشكله، يعني عدم الاهتمام بعمليه التكلفه. احنا قعدنا مع الدكتور جوده منذ مارس، يعني من فتره بدايه توليه، وعرضنا عليه ما انتهت اليه الدراسات اللي عملها الدكتور علي مصلح، واحنا كلتنا يعني كل الحكومات دي حكومات متعاقبه ودي سياسه واحده وده كذا، والراجل يعني حاول معانا في من ساعتها، واحنا بناخد وعود وعود وعود، وبكره هنعمل وبعده هنعمل. من 2006 يا فندم لحد دلوقتي وعود. يعني ده انا بكلمك، يعني حتى يعني ما جاء الدكتور علي مصلح يدينا حقنا قامت الثوره. فما خدناش، انتظرنا لما جاء الدكتور جود عبد الخالق مشكورا، قعدنا معاه وعرضنا عليه المشاكل وعرضنا عليه الحلول اللي احنا توصلنا بيها من خلال الاجهزه اللي موجوده داخل وزاره التموين. طب وتوصلتوا الحل يا فندم ولا ما وصلنا للحلول؟ لكن هذه الحلول متمثله في التمويل. انا النهارده مشكلتي عندي صافي خساره في كل شوال النهارده اكثر من 20 جنيه او 25 جنيه الشوال الواحد. طيب ما هو دلوقتي فعلا مين المعني بالامر ان هو يدفع الفرق في سعر الشوال؟ يعني انا بيتقال عندي ان الحكومه فندم ان صاحب المخبز بتصنيعه بس بياخد 52 جنيه. ايوه. ومع ان شوالة دي بيوصل 81 جنيه. تمام، يعني تكلفة تصنيعه بسعره بالظبط يصل 81، من 81 ل 85. طيب الفرق ده بقى؟ الفرق ده بقى يعني احنا ما هي دي المشكلة اللي احنا بنتكلم فيها النهارده. واحنا النهارده لا يعني وصلنا لمرحلة، يعني احنا لسه بنقول ايه؟ كل انسان منا له طاقة. طاقة استيعابية. انا بقول للدكتور جوده النهارده وبكلم السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ان احنا على فوهة بركان. احنا اصحاب مخابز عندي 25,000 مخبز على مستوى الجمهوريه، بناشد الدكتور الدنزوري ان يتدخل شخصيا ولا تترك الامور لغيره انه يعني يتحرك فيها، لان المساله مش عايزين احنا بقى نيجي النهارده هنخش بقى في المنشطات العريضة والكلمات والمطالب الفئوية ومش المطالب الفئوية والناس معتصبة ليه والناس مش هتشتغل ليه. لا احنا مش هنشتغل والناس هتتوقف، وانا اللي بعلن ذلك. الناس هتتوقف، انا بتحايل على زمايلي بقالي اكتر من سنة عشان خاطري، يعني دي بلدنا احنا، ما حصلش منا تاريخنا بيقول ان المخابز ما حصلش في يوم من الايام ان هي عكرت صفو مصر، لكن الحكومات المتعاقبه النهارده او الدوله النهارده بتعاقب اصحاب المخابز على اعتبار انهم ملتزمين. احنا ما زلنا حتى الان لا واحد فينا خرج وقف في طريق، ولا واحد خرج وقف قدام وزاره، ولا واحد وقف قدام مسؤول وطلب منه، لحد النهارده ملتزمين. بنقول مصر دي بتاعتنا احنا، واللي بياكل رغيف العيش ده اهالينا وناسنا. لكن يا دكتور الجنزوري وصل بنا الامر الآن إن إحنا ممكن خلال الأيام القادمة لا تجد رغيف العيش في مصر. ومش إحنا السبب، ما أنا بقول سعادتك، ومش إحنا السبب. المشكلة فيها أطراف كتيرة يا فندم. لا ومش إحنا السبب، المسألة أنت النهاردة عايز تثبت رغيف العيش. رغيف العيش النهاردة صعب إن أنا أطلعه في 5 ساعات. المفروض عالج لي التكلفة بتاعتي عشان أقدر أستمر معاك. مفيش مواطن على أرض مصر بيشتغل من 2006 ولا النهارده في 2012 بقادر ثابت من 2006 لحد النهارده. طبعا اي حد يتقال قدامه هذا الكلام ده ما هوش لا يمت للمنطق بصله. طبعا احنا بنناشد من خلال برنامج سعادتك ومن خلال قناه النيل، بنقول يا دكتور جنزوري ارجو انك تنظر سريعا لمشكله رغيف العيش، ولا تعتمد على اي بني ادم في مصر ايا من كان وضعه على انه هيحل المشكله دي. اللي ما حدش يقدر يحل المشكله دي الا سعادتك. ليه؟ لان النهارده المساله مساله تمويل، و
وزير التموين مش هيقدر يعمل حاجه. وزير التموين يروح يوقف عند وزير الماليه، وزير ما يقول له ما عنديش. طب ما عندوش هيجيب منين؟ ما برضه دي ادوات. وعلى الناحيه الثانيه برضه يا فندم عندنا اصحاب المخابز عشان فرق سعر الشوال، فبنضطر ان احنا نبيع الشوال، بنبيع شوال للسوق السوداء، وغير كده رغيف العيش بيصغر كمان لان هو مش عارف يعوض الفرق. كل دي فهي حلقه مفرغه شويه. انا عايز اقول ساعتك بيترتب على ذلك عمل مخالفات. طبعا اكيد المخالفات بنمثلها النهارده بمديونات، والمديونات دي بتكتر على اصحاب المخابز مش هيقدر يدفعها. طيب وبعدين نرجع النهارده بعض الوكلاء الوزاره اللي هم برضو ضد سياسه الدوله وما هماش مع الدوله. وانا برضو بقول يا ريت النهارده كل قياده توضع في اي مكان عشان تقود تفحص ويعرف توجهاتها ايه والى اخره. هو سبب المشكله اللي موجوده عندي في اسكندريه سببها وكيل وزاره التموين في اسكندريه. العنجهيه اللي موجود فيها وكيل وزاره التموين عدم سماعه يعني او عدم معايشته للوضع اللي احنا يعني عايشين فيه، هو اللي بيوصل الناس النهارده، هو اللي بيوصل الناس ان تنفجر. طب انا عندي وكلاء وزاره موجودين في محافظات ثانيه، ما شفناش المنهج ولا شفناش الامور اللي هو وصل بيها الناس، الناس ماشيه في الشارع بتنتحر. طيب خلينا بس نقول ان احنا يعني تم وضع خطه زمنيه وجدول زمني وتم التقدم بده لحكومه الدكتور كمال الجنزوري، هل ده صحيح؟ تمام. طيب خلاص خلينا بقى، واحنا طبعا مستنيين الرد. لا ما هو الرد مش هيبقى يعني ما فيش وقت للرد كتير يعني، بس حضرتك انا الكلام ده انا المسؤول عنه وانا اللي بعلنه. طيب عشان يبقى الكل سامعني. طيب خلينا بقى نقول كمان عن صناعه القمح عامه. أيوة. يعني عايزين نعرف ايه زراعه القمح، انا اسفه، ايه الصعوبات اللي بتواجه الصناعه دي؟ هو طبعا يعني احنا المفروض يعني دايما في مقوله اللي احنا قلناها من سنه 80 واخد بال سعادتك؟ حضرتك صاحب المقولة دي. وأنا صاحب المقولة دي وأنا اللي قلتها للرئيس السادات. من يملك، من لا يملك قوته لا يملك قراره. طبعًا. ودي كان بمناسبتها إيه؟ مناسبتها إن إحنا كنا في معهد الدراسات الوطنية كنا بناخد برضه دارسين واخد بال سعادتك؟ وكنا بنناقش. ولما بدأنا عملية استصلاح بعض الأراضي اللي كانت في الصالحية واللي كانت في الشرقية واللي 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 كانت في الإسماعيلية. اللي اتزرع فيها الكنتالوب واتزرع فيها الفراوله واتزرع، قلنا نزرع قمح عشان خاطر ما يتحكمش القرار يعني مش هنفضل نستورد كل شيء. فقال لك ان فدان الفراوله بيشتري 8 10 فدادين قمح، وعلى هذه المقوله كان سعر القمح رخيص. فمات الفلاح المصري، وان عدم الفلاح المصري وعدم زراعه القمح ترتب عليها ان كيلو اللحمه النهارده وصل ل 70 جنيه وال 80 جنيه في بعض المناطق. ليه؟ لان طبعا القمح باخد منه مشتقاته، باخد منه التبن. النهارده لازم نشوف نبيع طن الديك بكام وطن التبن بكام، مقلوبات. فده طبعا اثر بالسلب على الثروه الحيوانيه والثروه الداجنه والى اخره. النهارده اللي رخص رغيف العيش ما هو برضه من ضمن المشاكل. بنستخدم النهارده كعلف للسمك، نرميه في الميه عشان السمك ياكل، ونقطع له الطيور ونوكله للباين، برضه كلام دي برضو بعض المقلوبات. فاحنا النهارده بنناشد بنقول النهارده بدات الحكومه اللي فاتت، وانا بقول اهو مع توجه جديد برساله جديده مع الفلاح المصري، رفعنا سعر القمح النهارده حوالي 100 جنيه في الارداب او 150 جنيه في الارداب. هل في مشكله في مصر في زراعه القمح؟ ما عنديش مشكله، بس النهارده الفلاح المصري ده راجل اقتصادي. انا لما كنتش ازرع الزرعه دي يبقى فيها عائد بالنسبه لي ما ازرعهاش. اي حاجه الواحد ما لهاش عائد ما عملهاش. ولذا الناس هجرت الارض دول رايحين ندور النهارده عشان ندور ناخد ارض في السودان ونشوف مشروع توشكا ونشوف يعني برضو كل دي توجهات. فاحنا بقول المفروض النهارده نتوسع في زراعه القمح، وبعدين على ما نتوسع في حل عائد. ده الحل الاجل. الحل العاجل النهارده الدوله المفروض النهارده تسعى في موضوع صوامع تخزين. ونطلع لما نطلع نشتري، احنا النهارده بنستورد حوالي 9 مليون طن قمح من الخارج. يعني كمان عندنا مشكله في الزراعه وعندنا مشكله في التخزين. تخزين يعني تعالي شوف النهارده الشون اللي بيتم تخزينها، شون ترابيه في العراء والناس بتقضي حاجتها عليه. وبعدين نشيل بالتراب ونشيل ده كله عشان نودي المطاحن تطحن، والمطاحن تطحن بده وتودي لي الناس تاكله. ما دي مشكله اللي احنا عايشينها. وبعدين ندور بقى للقمح الفاقد والعصافير والقصص والناس يعني